تمام، رأي حضرتك في النجم المصري محمد صلاح، نجم روما السابق وليفربول الحالي؟ إنه لاعب يتمنى الجميع الحصول عليه وهو كذلك في سن الشباب، مجرد 28 سنة. وبالتالي أنا أرى أني أتذكر أني حين رأيته في المرة الأولى يلعب في لندن، كان لاعبا يستطيع المزج بين كنت هناك مع الفريق الياباني، وكنت أتابع الأولمبيات، وهو قادر، ما رأيته أنه كان قادر على الدمج بين السرعة العالية والفنيات التي تسمح له إجمالا بأن يكون نكون غير قادرين على توقعه، كيف يمكنه التعامل مع الكرة وكيف التعامل مع دفاع الفريق المنافس. وما الأهم هو أنه بالتأكيد أحد أكبر المواهب الشابة، وأرى من تصنيفي الشخصي أنه أفضل موهبة موجودة حاليا. طيب، أحب برضو أعرف رأي حضرتك، يعني تنصحه أنه يستمر مع الريدز ولا ينتقل لنادي أوروبي تاني في ظل عروض كتير قوي بتتكلم عن سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة؟ أعتقد حقا أنه يجب عليه، أنه قادر على أن يستكمل مع الفريق الحالي، لأنه معه مدرب مع جوارديولا، أن يصل إلى مستويات جيدة، حيث أنه يمكنه قيادته وأن يتفهم الجزئيات التقنية بينه وبين المدرب، سواء على مستوى الفردي محمد صلاح، وكذلك على كيفية تفعيلها مع المجموعة وكيفية رفع كفاءات اللعب. وأنا أرى أنه قادر على أن يعين صلاح في الفترة الحالية على تقديم أفضل ما لديه. شكرا جدا، كان يعني الحقيقة كلام مهم جدا من مدرب إيطالي كبير لإسم كبير في إيطاليا. والحقيقة يعني كنت منورنا في برنامج السادسة. هنروح لفاصل محاضراتكم، نرجع تاني نكمل برنامج السادسة.